هذا هو قبر ناصر الخرافي، رجل الأعمال الكويتي التي كانت ثروته تقدر ب 10 مليار و 400 مليون دولار، حيث لم يأخذ معه فلسا واحدا. كان يمتلك زين وبنك الكويت الوطني، وكان مساهما هاما في بيتزا هات وكنتاكي وتي جي أي فرايديز وهارديز، حيث طلب أن يتم دفنه في هذه المقابر المتواضعة لكي يذكر الناس أن المال لا يدوم.